دخلت هذا المعرض يقول موقفي مفرح تحبه لكل شخص، فالشاهد دخلت وسلمت على الرجال وتحفيت فيه. انا ما اعرف والله حقيقه، انا هذا عادي. حتى الاخر على المعرض لانه رجل ما شاء الله مقتدر وكذا قال يعرفني، قال الشخص الامان هذه عادته على هندي والباكستاني والسعودي وكل واحد سلام هو واحد ما يختلف اكيد. اي والله. قال ايش جاي عنده؟ قال والله جاي يبيع سياره دوله سياره. انا يوم دخلت المعرض عند راعي المعرض ذا كان عنده شبح، تعرفون الشبح مرسيدس ذاك الوقت لها قيمتها، وتصور من برا كحلي ومن جوه سكري. الله اللهم صل على النبي. وبعدين ايش مرسيدس يسمونها فول ابشن. قال لي صاحبي ذا قبل اي صاحبي ذا قال تكفى لو بس شخص فيها تكفى اركب. قلت سمي ابو سليمان ودخلت والله شغال. قول والله ولا الامير نايف الله يرحمه على ذاك الوقت. قلت لا الامير نايف ابيض الله يرحمه، انا كان حي انا اسمر. كيف؟ قال لا يعني رزتك رزتك والغدر كذا والحقيقه حتى اعطاني عقال وركبت العقال. قال ما شاء الله. عاد انا قلت والله يا ليته. كم يا ابو سليمان؟ قال بكذا وكذا. مبلغ كبير. لا لا ذاك الوقت كان توه. انت معي ابو علي؟ علي انت معي؟ معك. كان مبلغ مبلغها كبير. قلت يا رجال المهم اني صورت فيها وشخصت. جزاك الله خير ابو علي. طيب شوف خذ هذه يا ابو سليمان. قلت ابو علي خلها عندك الكابرس. وقال شوف ابليس الكابرس خلها، وانت الان شفت السياره وحنا نروح الان نأذن نصلي لانه اذن وهو داخل رجال ونطالع. وبعد الصلاه حلها حلها. صلينا ولقيت كلمه في المسجد اللي عند المعارض حق المسجد. يوم جيت راجع ولا معي ذا الاخ ذا راعي المعرض. قال ترى والده اتصلت وتحبك وما تسمع فيك، تقول اللي يجي اني طابخات له اكل بيدي. قلت شو؟ قال ابد. قلت يا شيخ المعرض راعي المعرض. قلت يا ابو سليمان الله يجزاك خير بدوي لي رزقي سيارتي وبرجع لديرتي. قال يا ابن اجواد انت تعود من الشيطان نروح نتغدى وقيل وبعد العصر يحل. قلت يا اخي بدوي لي واحد جايب سياره. قال يا رجال امشي 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 ويجرني واروح. والله فعلا ويجي ابوه وتغدى وضحكهم زي كذا نضحك ونستانس. ويوم قرب العصر واحط راسي وارقد اذن قالوا يلا قم. قلت يلا روح معه. قال لا المسجد هنا عندنا الشيخ فلان وكلهم من جماعه من القصيم من البكريه والخبر كلمة يا رجال المسجد. والله اضحكهم شوي كلمتين وقصه واجي المعرض. انا ضايق صدر افكر ايش؟ سياره. وقبل لا تغيب الشمس تعرف معرض النسيم وبلقى الشريطيه ولا اي. يوم جيت المعرض وجيت ابو سليمان قلت يلا يا ابو احمد تكفى وطلع سيارتي. قال لا تعال 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 ولا السياره برا طالعه سيارتي انا. لا استغفر الله سيارتي مقرشه ورا في قراش وفي ورا سيارتي اللي اخذها لك حقتي انا. لا معطيك سياره وفي سياره برا. قال تعال اركب ذي. قلت ايش؟ قال وفتح الدرج ولي انا معطيه البطاقه. قريت له سليمان عبد العزيز حمد ايش قال؟ المرسيدس. اي ايش هذا؟ قال السياره مرسيدس. شلون؟ قال الرجال اللي سلمت عليه ذا هذا اللي دخل يوم سمع اسمك وعرفك وقال كذا قال هذا يا اخي ما دامته كذا هذه هديه لي تكفى عطها اياه. ويزقني بالشبح وادخل عنيزه ما تكلم الراس يا عبد العزيز مره مجنح. يعني حقيقه صح صح رزق ولا مو رزق؟ لا وسياره اللي ببيعها وبحط عليها زود يعني سيارتي تجيب 12 13 ازود سبعه تجيب 20 القى سياره جديده. ها هذا لا الكابرس حقتي مخزن ورا. قال متى ما جيت تعال خذها. اي والله يعني رحت بسياره جيت ايش؟ سيارتين. رجعت جيت سياره قديمه رجعت بسياره ايش؟ اي والله. قلت هذا الموقف اللي اقول لك اتمنى يعني لان بعض الشباب لا. وهذا دليل يا اخوان عندما تسمع قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا تقول كيف. انتبه انتبه اياني وياك تقول عند الله كيف عند هالرجال وهالرجال والملوك والامراء والرؤساء. قل كيف صح. يقول لك طول العمر بعطيك سياره وش تقول له؟ كيف تقول كيف يا طول العمر اروح اخذها من المرسيدس صح ولا لا؟ نعم. اروح اخذها من الشركه الفلانيه كذا الشخصيات. لكن ملك الملوك ما في كيف.